الحوائط موسى بن جعفر باب الحوائط فرشدا يحضر باب الحوائط صاحب السجدة الطويلة أسجد على عتابه واعتقد يسمع كلامك من توصل ينبابه والنعم باب الحوائج ما يرد احبابه والنعم باب الحوائج ما يرد احبابه ما يخيب اللي يعتني لو دمعته اسد شابه ما يخيب اللي يعتني دمعته اسد شابه ما يرد مختار باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج فرشدا يحضر باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج الله علي علي قال له ظني زماني جيت اريد اشكي لك قل لها ظني زماني جيت اريد اشكي لك قدر دموع الموالي هل سبب ابكي لك موسى بن جعفر اجيتك لا ترد ندخيلك موسى بن جعفر اجيتك لا ترد ندخيلك حضرتك يسكت لساني دمعتي تحكي لك حضرتك يسكت لساني دمعتي تحكي لك اسمك تقرر باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج فرشدك يحضر باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج فرشدك يحضر باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج الناس كل الناس تدري بابك تعنيته الناس كل الناس تدري بابك تعنيته طيب من الطيب انت وطلبته ترجيته طيب من الطيب انت وطيبك ترجيته يا كريم باب دارك ما يوجه انطيته يا كريم باب دارك ما يوجه انطيته الغير شفك انت تدري شف ما مديته الغير شفك انت تدري شف ما مديته الغير شفك انت تدري شف ما مديته حاشا تتعذر طاب الحوائط موسى بن جعفر طاب الحوائط فرشدت يحضر طاب الحوائط موسى بن جعفر طاب الحوائط أنا مو أول موالي أطلب وتنطيني أنا مو أول موالي أطلب وتنطيني حاشا أبو الجف السخي حاير تخليني حاشا أبو الجف السخي حاير يخليني وين أروح الغير بابك سيدي دليني وين أروح الغير بابك سيدي دليني الناس تدري بالعلاقة بينك وما بيني الناس تدري بالعلاقة بينك وما بيني خادم المنبر باب الحوائط موسى بن جعفر باب الحوائط بالشدد يحضر باب الحوائط موسى بن جعفر باب الحوائط بالشدد يحضر باب الحوائط حزنك يعيش بضمير خدمتك عنواني كل احنا عنواننا خدمة تالي البيت حزنك يعيش بضمير خدمتك عنواني ما نسيتك واني أدر انت ما تنساني ما نسيتك واني أدر انت ما تنساني ما تنشمت الناس بي هذا بيك إيماني ما تنشمت الناس بي هذا بيك إيماني أرد أقول من اعتنيت انطاني ما رداني أرد أقول من اعتنيت طاني ما رداني قاصدك ينسى باب الحوائط موسى بن جعفر باب الحوائط شدد يحضر باب الحوائط موسى بن جعفر باب الحوائط شدد يحضر باب الحوائط
عندي بس ثلاث حوائج، عندي بس ثلاث حوائج سيدي الكاظم. بس هذا البيت واسألك الدعاء. عندي بس ثلاث حوائج سيدي الكاظم، طلبتي الأولى السلام للإمام القائم، طلبتي الأولى السلام للإمام القائم، ثانية زينب أمانة لا يجيها الظالم، ثانية زينب أمانة لا يجيها الظالم، ثالثة لآخر حياتي أبقى عندكم خادم، ثالثة لآخر حياتي أبقى عندكم خادم، ثالثة لآخر حياتي أبقى عندكم خادم، ثالثة لآخر حياتي أبقى عندكم خادم.